أم كريم، ألو. السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام السلام ورحمة ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم الشيخ؟ مع حضرتك معاكي يا متفضل. طيب لو سمحت، عندي كام حلم كده. كام يعني؟ واحد كده؟ ثلاثة. طب يا ريت بإيجاز يا أم كريم. طيب إن شاء الله. لو سمحتي، لو سمحتي فضيلة الشيخ، أنا شفت إن ان انا واقفه عريانه كده، وكان في بنت صغيره برضو جنبي عريانه، وكان في واحده ست يعني هتقوم تحمينا احنا الاثنين. جميل جميل خالص. فانا بقول لها ايه، حميني انا الاول قبل البنت الصغيره دي. قامت قالت لي حاضر. شويه ببص لقيت والدي دخل عليا، فهو كان في الشرطة يعني، وكان لابس لبس الميري بتاعه. والباب كان مفتوح. بقول له يا بابا لو سمحت سك الباب عشان ما حدش يشوفني. تمام. فسمع وما ردش عليا، بس ما حدش بص استحيتش. والست اللي كانت هتحمينا دي اسمها ام امل. والحلم التاني ها؟ ندخل على الحلم التاني. ان انا شفت فيه فضيلة الشيخ الشعراوي رضي الله عليه، عليه الصلاة رضي الله عنه وارضاه. لقيت اللي هو يعني قابلني في السكة، كنت ماشية يعني، وبعدين لقيته ايه، جه لفف كده وجه متضير بيقول لي اهلا، وجه مسلم عليا وخاتي في حضنه كده، وبعدين قال لي بصي انا ماشي وانتي حصليني. فقلت له حاضر. وهو بيضحك لي كده وجه ماشي. فالحلم الثالث بقى ان جوزي جالي في الحلم وكان جايب لي سمك قراميط، والسمك قراميط على ديسك كبيره، اللي هي الترابيزه الكبيره دي اللي بيحطوها في السوق دي. وبعدين جه قال لي في واحد مسيحي جه وقال ايه ممكن اخد حبة من دولت، فجه بصلي جوزي كده وقال لي ايه زي بعضه اديله، فقلت له طب خد. نشكر جدا يا ام كريم. تابعينا ثلاث احلام أول مختلفين. رؤية ان هي شافت ان هي عريانة، والناس لما تشوف دي يقول لك ده مشكلة كبيرة، ده انا ده انا بتعرض لها في بعض القنوات، ده بيدل على ان انا ربنا غفر ذنبي. رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. طيب وما بشوف ان حد بيحميني، ربنا قال وجعلنا من الماء كل شيء حي، حياه سعيده. وقال الماء الطهور اللي بينزل ده وانزلنا من السماء ماء طهورا. طيب يبقى ده ادراك الخير وربنا قبل التوبه بتاعتي. طيب وشافت بعد كده جوزها، شافت بعد كده فضيله الشيخ شعار رحمه الله عليه، نقف هنا بقى شويه. بيسلم عليها وبعدين نقف عند سيدنا الشيخ الشعراوي شويه. الشيخ الشعراوي المجدد، وانا كثير الرؤيات للشيخ الشعراوي ما شاء الله، ولبعض الناس اللي محبوبين كرجال اعمال صالحين وصادقين، وكثيرين الرؤيات لسيدنا الشيخ الشعراوي، ويمكن كان سيدنا الشيخ الشعراوي معايا في رؤية امبارح واول. لا احنا هنغبطك كده يا شيخ بس 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 ناخد دي الاول. عندما اجد الشيخ العالم المجدد تدل على النجاه، يبقى هنا في الرؤيه الاولانيه ربنا غفر لها ذنبها وربنا طهرها. طيب الشيخ بتدل على النجاه ليه؟ لان سيدنا موسى لما قتل الرجل وخرج منها خائفا يترقب، ولما راح مدين وبعدين نزل تحت الظل قال ربي ان لما زلت من خير لي من خير فقير. شوف بقى وابونا شيخ كبير، ده كان سيدنا يعقوب، يقوم يقول له ايه؟ فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت. يبقى نجاه. طب والسلام يدل على ايه؟ السلام لنا السلم ده بادراك الامن في الدنيا والاخره. لان الله اسمه السلام، والجنه دار السلام. صحيح. وديننا الاسلام، وتحيتهم يوم يلقونه سلام. والله اعلى واعلم. ثم تقول في الرؤيا الثالثه انها رات ان جوزها، عايز اكمل بس ثانيه واحده حاجه في الرؤيا بتاع الشيخ الشعراوي، اما قال لها انا ماشي وحصليني، هل دي احنا بناخد كلمه حصليني وتعالى لو حد من ميت؟ لا انت سر، لا لا انت سر على كتاب الله والسنه. اي نعم، لان ما حدش يملك الموت ولا الحياه غير ربنا. ولذلك لما خرج واحد مع وائل الابراشي وقال له ان في فنانين هيموتوا،
وخمس فنانين هيموتوا. لحظه لا استنى، انا بقول انا رديت انا رديت على الهوا فعلا. فانا لما رديت قال ان في خمس فنانين هيموتوا وده موجود عندنا وموجود على اليوتيوب، قلت لهم مين يقول كده؟ ربنا بيقول ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. طب انا هعرف ان انا هموت ازاي؟ انا هعرف ان انا هموت ازاي؟ ده مش مشكله. طيب ده مشكله بنقع فيها. والرؤيه الثالثه اللي هي شافت ان جوزها بيديها السمك، ده احنا بنقع فيها وقعات كبيره جدا. يقول لك ده السمك ده مشكله علشان الشوك وعشان خاطر كذا. مين اللي قالك كده؟ جبتها منين؟ ده ربنا بيقول ومن كل تاكلون لحما طريا وتستخرجون حليه تلبسونها. ما سمعناش حد اكل سمك وجاله نقرس. يبقى اما ربنا يقول عليه لحم طري يبقى رزق هتدركه، والله اعلى واعلم. يعني ابشري يا ام كريم. طيب